A student borrowed $3,500 from the ABC loan company to buy a used car with an agreement to repay $1,500 at the end of each of the first 2 years. يعني هيدفع 1500. احنا بس ناخد الايه الزمن بتاعنا زيرو هنا، وخد عند الزمن زيرو $3,500. هيدفع 1500 في السنة الأولى وفي السنة الثانية $1,500. طيب وبعدين 2000 at the end of the third year، هنا 2000. قول what rate of interest makes the receipts and disbursement، الريزيت اللي هو ده اللي خده والديسبيرسمنت المصاريف اللي صرفها، equal to each other for this loan agreement. 1 2 3 او الاي مجهولة، ودول يساوي دول. يعني البريزنت وورث بتاع الشوية دول يساوي 3500، يعني ده يساوي دول. فاقدر اقول كده 1500 واحد زائد اي اس ماينس واحد، عشان اجيب دي بي زائد 1500، عشان اجيب ال 1500 دي في البداية بي زائد 2000 واحد زائد اي اس ماينس 3، عشان اجيب ال 2000 دي في البداية. كل دول يعني الشوية دول يساوي ال 3500. مفيش مجهول الا الاي، اذا الاي بتساوي كذا في المية per year compounded annually. طبعا 3500 بتساوي 1 زائد المجهول بتاعي ماينس 1 زائد من 1500، كمان 1500 في 1 زائد المجهول بتاعي أس ماينس 2، كمان زائد الـ2000 في 1 زائد المجهول بتاعي أس ماينس 3. بس أقول شيفت سولف مثلا أدخل 10% 15%، طبعا رقم معقول يطلع 10 15 20 حاجة زي كده. هو دفع 5 خد 3.5، فيعني البنك ربح منه اهو 20% تقريبا، 19.1%. يبقى ببساطة احنا خدنا 3500، دفعنا 5 على 3 سنين عشان نجيب الفلوس دي هنا، هتقل طبعا شوية تساوي 3500. فال 1500 قلت سنة، بي جيفن اف دي، بي جيفن اف اي وسنة، ودي بي جيفن اف اي وسنتين، ودي بي جيفن اف اي وتلاتة، وساوينا الشوية دول بده اداني الاي.